بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا بهذا الدين، وأن من علينا بإكماله، وأن وفقنا لبلوغ هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. هذا الشهر الذي يتميز عن بقية شهور السنة، فهناك أماكن أفضل من بعضها من الأخرى، وهناك أزمنة أفضل من الأخرى، فالمسجد الحرام هو أفضل الأماكن في هذه الدنيا، وشهر رمضان هو أفضل الشهور. ولذلك اهتم المسلمون به اهتماماً واسعاً، في كتب التفسير، في كتب الحديث، في كتب الفقه، ألفت فيه الكتب المتعددة التي تتحدث عن هذا الشهر وفضله ومزاياه وما ينبغي أن يكون عليه المسلم فيه. ومن هذه الكتب كتاب تقي الدين ابن عبد الواحد المقدسي، فضائل شهر رمضان. وهناك كتب أخرى كثيرة، ككتاب ابن أبي الدنيا، كتاب السمرقندي، كتاب ابن شاهين، وغيرهم من الكتب. ونجد أن المسلمين في مختلف أماكنهم، إذا جاء شهر رمضان تجد الأئمة يقرؤون على الناس من كتب تركز على هذا الشهر المبارك. طبعاً هو الشهر الوحيد الذي يعني جاء اسمه صريح في القرآن الكريم، شهر رمضان. ليس في القرآن أي شهر من الشهور سمي باسمه الصريح في القرآن كما هو في هذا الأمر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر هو أول شهر نصر الله فيه المسلمين على أعدائهم في غزوة بدر الكبرى، لأنها وقعت في رمضان المبارك. له مزايا عديدة لا تخفى على المسلمين، هذه المزايا فيها ثقافات، فيها معلومات، فيها نصائح للمسلمين كيف يكونون في هذا الشهر كغيره من العبادات. ليست العبادات شكلية، ليست العبادات أمور يعملها الإنسان فقط، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج وبقية العبادات. العبادات ينبغي أن يسير فيها المسلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج: خذوا عني مناسككم. والصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً من أهم مزايا هذا الشهر، شهر رمضان، أنه شهر يؤدى فيه أحد أركان الإسلام، ألا وهو صيام شهر رمضان، ركن من أركان الإسلام. هذه مزية واضحة بارزة تؤكد على الإنسان أن يفهم لماذا يصوم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف الهداية، التقوى، الابتعاد عن المعاصي، الابتعاد عن الآثام، التوبة لما مضى من الإنسان من أخطاء.
طبعا هذه مزية واضحة في هذا الشهر المبارك، وأحكامه وأحكام الصيام معروفة لدى معظم المسلمين، متى يصوم الإنسان ومتى يفطر وماذا يعمل في أثناء الصيام. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على معرفة النصوص الشرعية التي تبين له كيف يصوم، كيف يتسحر، كيف يفطر. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا تعجيل الفطر سنة صريحة واضحة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا سنن الرسول وهدي الرسول شريعة للمسلمين. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق من تأكد المسلم من غروب الشمس وأن يبادر للفطر بمجرد ما تغرب الشمس، وهذه سنة في الحديث المتفق عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن أي بدعة، والشك والأشياء التي تؤثر على نفسه لا ينبغي أن تكون. إذا غلب على الظن أن الشمس غابت، والحمد لله أصبح الآن لدى الناس مقاييس ومعايير ووسائل تؤكد للإنسان أن الشمس قد غربت، ومعظم البلاد الإسلامية إن لم يكن كلها وبخاصة بلاد الحرمين الشريفين والحمد لله تسير في الأذان في المواعيد في مختلف أوقات الصلوات على الطريقة الشرعية التي ينبغي أن يحرص الإنسان على السير عليها. هذه المزية واضحة من مزايا هذا الشهر المبارك. من مزاياه الواضحة أيضا ومعظم المسلمين يعرفونها، أنه الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، كما في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان أول شهر أو أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يبق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذا حديث عظيم، على المسلم أن يتأمل ما فيه ويتضح له أن شهر رمضان شهر متاح له فيه العمل الصالح، أبواب الشر مغلقة، أبواب الخير مفتوحة، وبالتالي عليه أن يحرص على العمل الصالح في هذا الشهر المبارك. طبعاً لا شك أن الإيمان هو الأمر الأساسي في حياة المسلم، أن يكون إيمانه صحيح، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، ويكون هذا الإيمان قناعة لديه ويسير في أعماله وفق هذا الإيمان، بمعنى أنه في كل تصرفاته يكون مؤمناً بأن هذا هو شرع الله وهذا هو إرادة الله وما يجب على المسلم أن يسير عليه. ولا شك أن هذا من أعظم النعم. طبعاً من مزايا شهر رمضان المبارك، وهذه أيضاً خصيصة معروفة والحمد لله لمعظم المسلمين،
كون هذا الشهر هو شهر البركة، شهر الخيرات، شهر الأعمال الصالحة، ولذلك على المسلم أن ينتهز هذه المناسبة من أجل الإكثار من أعمال الخير، ويعمل كل ما يستطيعه من عمل الخير. انتهاز هذه الفرصة في غاية الأهمية. وطبعاً قدوتنا في ذلك هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، فالحديث المتفق عليه فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث أيضاً من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن نتأثر بها وأن نستفيد منها، وهو دليل واضح وصريح كل الصراحة على عظم جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذل المعروف، أعمال الخير، إعانة المحتاجين، يجد الإنسان في كثير من المجتمعات المسلمة أناس في حاجة، فقراء، أيتام، مساكين، جمعيات خيرية، أعمال تنفع المجتمع. يحرص المسلم أن يكون عمله فيها في هذا الشهر المبارك، حتى تضاعف له الأجور، وحتى يكون اقتدى بنبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الخير وفي هذا الشهر. ولذلك من الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان حينما يدخل هذا الشهر ماذا سيعمل. نعم، الصيام ركن وفي غاية الأهمية، القيام سنة متبعة للرسول عليه الصلاة والسلام وفي غاية الأهمية، لكن أعمال الخير الأخرى، من سيعين من الفقراء؟ ماذا سيسهم في أعمال الخير؟ ماذا سيقدم لمجتمعه المسلم ما يفيده؟ الأمة الإسلامية مجتمعها مجتمع واحد، والمؤمنون إخوة كما هو صريح ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلمين أن يكونوا متواصلين. لا بد أن يعرف المسلم جيرانه ما وضعهم، الناس الذين في حيه، زملاء في العمل، الجمعيات الخيرية وماذا تقدم. ولا بد من إخلاص العمل لله في هذا والصدق، ليس مجرد شكليات ومظاهر، لدينا جمعية ولدينا أعمال ونهتم بوسائل الإعلام والأمور الشكلية. لا، المهم أن نحرص كل الحرص على تقديم الخير المشروع. وإذا كان تقديم هذا الخير لأي إنسان سيؤدي إلى معصية، نسأل الله العافية، أو إلى إثم أو أخطافة، على الإنسان أن يجتنب هذا الأمر ولا يكون معينا له فيه. وكذلك المؤسسات، إذا كانت هذه المؤسسة لديها بعض الإساءات أو الإشكالات أو المخالفات الشرعية، نعم يمكن أن تنصح أصحاب المؤسسة، يمكن أن تنصح هذا الرجل، فإذا استجابوا إلى الخير وابتعدوا عن المشكلات فعليك أن تقدم لهم ما استطعت. هذا الحديث الذي فيه الكلام عن أن جبريل يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، هنا نقف عند كلمة فيدارسه القرآن. القرآن هو كتاب الله، هو أصل هذه الشريعة، هو هداية الناس. ولا ينبغي للمسلم فقط أن يأخذ المصحف ويقرأ القرآن ويختم دون أن يتدبر، دون أن يفهم المعنى، دون أن يؤثر عليه في سلوكه وفي حياته.
ولذلك تدارس القرآن سواء الإنسان في مؤسسة أو جمعية تهتم بالقرآن أو في مسجد يقرأ على الإنسان القرآن ويفسر التفسير، أو حتى الإنسان مع أسرته في داخل بيته يمكن أن يجتمع مع زوجته مع أولاده يقرؤون القرآن يتدبرون القرآن يقرؤون في بعض التفاسير التي تفيد الإنسان، وبالتالي يقتدون برسول الله عليه الصلاة والسلام في تدبر هذا القرآن ومدارسة جبريل عليه السلام له. طبعاً من مزايا شهر رمضان المبارك، وهو أيضاً أمر واضح لدينا والحمد لله، أنه شهر تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه الذنوب. نعم، الأجور للإنسان المسلم إذا أخلص في عمله في كل وقت، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب في كل وقت، لكن في هذا الشهر أكثر مضاعفة وأكثر مغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: إن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. فالإنسان إذا أدى هذه العمرة مخلصاً لله سبحانه وتعالى ويسير في عمله على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعدل في الأجر حجة، وكما ورد في الرواية الأخرى حجة معي. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نعرفه جميعاً يقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان، هذه الصلوات التي تؤدى بعد صلاة العشاء، هذا قيام رمضان. إذا أراد الإنسان الخير يقوم ويصلي في آخر الليل ما استطاع أن يصلي. قد كان السلف الصالح يحرصون كل الحرص على أن يشغلوا أنفسهم في رمضان في الليل بالقيام، وفي النهار بقراءة القرآن، وكذلك في الصلاة أعمال الخير. ولذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني ليس واجب ليس فرض كبقية الفروض، لكنه فيه فضل عظيم. والإنسان إذا احتسب عند ربه وأدى هذه الصلاة والقيام مخلصاً لله وحده فإنها تكفر ما تقدم من أخطاء، نسأل الله العفو والمغفرة. وطبعاً صلاة التراويح أو صلاة القيام جمهور العلماء المسلمين يرون أداءها في المساجد جماعة كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم وسار عليه المسلمون بعدهم. في مختلف الديار الإسلامية والمجتمعات الإسلامية نجد والحمد لله أن المسلمين في مساجدهم يصلون جماعة. نعم، قد يكون إنسان في مكان يعني إمام المسجد مثلا لديه أخطاء أو لديه بدع أو لديه إشكالات، هنا قد ينفرد، لكن هذا والحمد لله قليل في بلاد المسلمين. معظم بلاد المسلمين يحرص الناس أن يصلوا هذه الصلاة وأن يقيموها في المساجد كما شرعها الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الوتر وحتى الأدعية التي تقال في القنوت ينبغي أن يحرص المسلم على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في النصوص التي يقنت بها أو يدعو بها، لأن في هذا متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. من المزايا العظيمة فيما يتعلق بهذا الشهر شهر رمضان
وكل المسلمين يعرفون ذلك، كون ليلة القدر في هذا الشهر المبارك. هذه الليلة شأنها عظيم، أنزل القرآن فيها، وما جاء فيها من النصوص والآثار عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما سار عليه صحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، لا شك أنه يؤكد أهمية هذه الليلة وحرص الإنسان عليها. طبعاً هي خير من ألف شهر، يعني ألف شهر كم سنة؟ 82 سنة، يعني ليلة واحدة تعادل 82 سنة إذا أخلص الإنسان في عبادة الله سبحانه وتعالى فيها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. طبعاً العمل الصالح فيها معناه أنه مضاعف من حيث الأجر ويزيد عن ألف شهر. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه سمع ممن يثق به يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُرِي، يعني في المنام، أُرِي أعمار الأمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهر. طبعاً فيها تنزل الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هي خير وسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. وطبعاً الأقوال مختلفة فيها في تحديدها، وليس هناك نص صريح بالتحديد، لكن أرجح الأقوال أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن ليلة 27 فيها تعتبر أرجح. طبعاً فضل قيامها عظيم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ليلة واحدة إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذه فرصة نادرة يستغلها المسلم في أن يغفر الله سبحانه وتعالى له ما وقع فيه من أخطاء. من من الناس لا يخطئ؟ من من الناس لا يقع في ذنب في أي وقت من الأوقات؟ فإذا أراد أن يغفر الله له سبحانه فليحرص كل الحرص على انتهاز فرصة رمضان وعلى انتهاز هذه الليلة المباركة التي هي من خصائص شهر رمضان، ألا وهي ليلة القدر. ونقل عن عائشة في الحديث الصحيح أنها قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من الأدعية التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها، والأدعية الأخرى كثيرة، والمهم أن يكون مخلصاً في عمله لله، وأن يحرص كل الحرص على أن يعزم في المستقبل على الاستقامة والابتعاد عن أي خطأ ارتكبه في حياته. هناك مزايا أخرى كثيرة في هذا الشهر المبارك، منها أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي ليلة القدر بشكل خاص: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان. طبعاً للعلماء في هذا أقوال، قيل أنزله الله سبحانه وتعالى كل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل نجماً في سائر الأيام على حسب الأسباب، لأن القرآن نزل مفصل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقيل أيضا كان ابتداء نزوله في هذه الليلة المباركة. والمهم أن يحرص المسلم على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المصدر الأساسي لهذه الشريعة، وهو الفارق بين الحق والباطل. وقد أمر المسلمون بتلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، وليس مجرد الذين يقرؤون فقط أو يأخذون ثقافة ومعلومات، الذين يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الحديث المتفق عليه أيضا الآخر واضح، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني حتى الذي يقرأ القرآن ولديه صعوبة في القراءة، إذا كان قصده حسن فتضاعف له الأجور. ولا ينبغي للإنسان أن يتوقف عن قراءة القرآن لأنه لم يقرأ على إنسان متخصص أو لم يعني يجيد القراءة. لا بد أن يرتبط المسلم بهذا القرآن. بل هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات، يحسن بالمسلم أن يكثر من قراءة القرآن تزوداً بأعمال الخير. في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ونحن إذا تابعنا سيرة السلف الصالح وأهل الخير والزهد والورع حتى في الوقت الحاضر، نجد أنهم يفرغون أنفسهم في رمضان لقراءة القرآن، سواء كان هذا الأمر في الليل أو في النهار. ومعنى هذا أن يكون الإنسان مرتبطاً بالله، بربه، بخالقه، لأن القرآن هو كلام الله، أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغه للناس وليسير الناس عليه. ومن هنا فالقراءة أو قراءة القرآن من أهم الأعمال في هذا الشهر. من مزايا هذا الشهر ما يتعلق بالاعتكاف في رمضان. والمراد بالاعتكاف، وهو مستحب وليس بواجب، المراد به تفرغ المسلم لعبادة الله في بيت من بيوت الله، وفي هذا الشهر التي تضاعف فيه الحسنات. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل شهر رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوماً. وأيضا في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وصحابته الكرام ومن تبعهم من سلف هذه الأمة الصالح، ولا يزال الخير الحمد لله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يحرصون على الاعتكاف في هذا الشهر. نعم، في 10 الأواخر هي الأفضل، لكن قد يعتكف في أي وقت حتى غير 10 الأواخر في هذا الشهر المبارك. ولذلك ينبغي أن نحرص على هذا الأمر. الاعتكاف هو أن تفرغ نفسك لعبادة الله،
ولا تبحث في الدنيا ولا تناقش الدنيا ولا تهتم بالدنيا، لكن تقرأ القرآن، تؤدي الصلوات، تدعو الله سبحانه وتعالى، تقدم الخير لأهل الخير، وبخاصة من كان في هذا البيت وفي هذا المسجد الحرام وفي مكة المكرمة أو المدينة المنورة في أفضل البقاع. على الإنسان أن يبتعد عن الدنيا. ينقل عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه لما دخل إلى الحرم وضع خيمتين إليه، خيمة داخل الحرم وخيمة خارج الحرم، ويبقى في الخيمة في داخل الحرم، فإذا جاء أحد وتكلم معه في شؤون الدنيا أخذ بيده وخرج خارج الحرم للخيمة الأخرى وبحث الموضوع معه. وإذا كان الأمر في أمر ديني وأمر خير وصلاح بقي معه في داخل هذا الحرم. ولذلك مجيء المسلم لهذا الحرم ينبغي أن يقدره ويدرك أنه في مكان له تميز فيه، يبتعد عن الإشكالات، عن سب الناس، عن أذى الآخرين، عن التركيز على قضايا الدنيا. ولذلك يعني استحب أو شرع الاعتكاف حتى يتفرغ الإنسان لقراءة القرآن وللأعمال الصالحة. هكذا تميز هذا الشهر المبارك بهذه المزايا والفضائل العظيمة التي لا توجد في غيره من شهور السنة. طبعاً من الفضائل أيضاً المرتبطة برمضان صيام 6 أيام من شوال. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. طبعاً معروف أن الحسنة بعشر أمثالها، صيام رمضان يعادل صيام 10 أشهر، وصيام 6 أيام من شوال تعادل 2 شهر. هذا أيضاً من مزايا رمضان، لأنها ربطت 6 أيام برمضان. كذلك من الفضائل المرتبطة بهذا الشهر زكاة الفطر. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، يعني أوجب، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل أحد أو على كل مسلم، حر أو عبد، ذكرا وأنثى من المسلمين. هذه أيضا من المزايا التي تخص هذا الشهر. يجب علينا جميعا أن نحرص كل الحرص على تفهم هذه المزايا والانتهاز الفرصة والعمل بها، وبخاصة قراءة القرآن، أعمال الخير، أن يكون الصيام وفق ما شرعه الله وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام، الاهتمام بليلة القدر وما فيها من خير عظيم للإنسان، الاعتكاف إذا استطاع الإنسان أن يؤديه وليس لديه مشكلات، أما إذا كان لديه مشكلات مع أسرته أو مع العمل الذي يعمل فيه وكذا، فأيضا أداء الواجبات أهم من أداء المستحبات. لكن إذا تمكن الإنسان من أداء المستحبات فلا شك أن في ذلك خير، وبذلك في هذا الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً للتمسك بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولأداء الفرائض وأداء السنن، وبخاصة في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل منا جميعاً ويجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.